اكثر من خمسين مسلسلا ضختها شركات الانتاج في هذا الموسم الرمضاني في عوده قويه الى التنافس كان العنوان العريض لها وفق المتابعين والنقاد التنوع والابهار البصري واستثمار الدراما قوه ناعمه في صناعه وتوجيه الراي العام وكذلك طغت المغالطات التاريخيه والدس السياسي وضعف السيناريوهات التي اعتمدت جوجل باحثا رئيسا فوقعت في التشويه وترويج المغالطات وايقاف الاحقاد والفتن النائمه بين الشعوب واطياف المجتمع الواحد. سنعرض في حلقه اليوم من ضمائر متصله لثلاثه نماذج من دراما رمضان، كانت الاكثر جدلا واثاره. نبدا مع البطل الخارق، عاصي الزند، اسر قلوب الصبايا، القاتل النبيل الذي يجب ان يموت الجميع فداءه. في مناقشتي ومراجعة مسلسل الزند بالعاصي يسرني ان ارحب بالمخرج والكاتب الدرامي محمود حسن ينضم الينا من شتوتغارت في المانيا مرحبا بك استاذ محمود يسعد مساك استاذ ياسر ويسعد مساء جميع مشاهدي تلفزيون سوريا ورمضان مبارك عليكم جميعا رمضان كريم رمضان مبارك عليكم استاذ محمود في الزند لا جديد سوى الابهار البصري وتالق تيم حسن لماذا يجب مجددا ان نقنع المشاهد بتقديس البطل الفرد القاتل الوسيم قاطع الطريق النبيل الذي يجب ان يفنى جميع من حوله فداء له وكاننا امام مقوله بالروح بالدم ما هي الرساله العامه من العمل؟ هلا بالبدايه انا بظن انه مفهوم البطل الفرد بمسلسل الزند بعيد شوي لسبب اساسي انه البناء الدرامي كله كان رايح باتجاه بناء مفهوم بطل شعبي ضمن سياق ملحمي متكامل بناء البطل الشعبي دائما بيتم صناعه البطل الشعبي او خلينا نقول البناء الدرامي لصناعه البطل الشعبي بيكون متزامن مع تطورات سياسيه مختلفه هلا بظن انه انه تطبيع التطبيع السياسي مع النظام السوري شكل لا يمكن اعتباره هو مجرد تطبيع بالمعنى السياسي نعم. لازم يكون في في مجموعه من الاشياء تتكامل مع التطبيع السياسي واحدها التطبيع على المستوى الوجداني هلا انا بشوف وقراءتي الشخصيه لمسلسل عاصي الذنب انه هو واحد من اشكال بدايات التطبيع الوجداني مع النظام السياسي او النظام السوري مم. لسبب انه اختيار البطل الشعبي، السيره الشعبيه والملحمه الشعبيه عموما هي ليست شيئا جديدا، لكن اعاده صناعتها واعاده صياغتها وفق شروط لمحاوله فهم الواقع السياسي الحالي الحاضر هو مكمل خلينا نقول مكمل الملاحظه لكثير من الناس ومكمل عدم الارتياح يعني كثر من ممن تحدثت اليهم وكثر من من تناقشنا في قضيه مسلسل الزن او موضوع مسلسل الزن ابدو عدم ارتياح هذا عدم الارتياح يعني كان سببه عدم غياب غياب يعني انه كيف نقدر نحط ايدنا على الشكل التطبيع المستتر وراء المسلسل او المستتر وراء احداث المسلسل لذلك بظن انا يعني خلال قراءتي الشخصيه لمجموعه الحلقات اللي عرضت خلال شهر رمضان انه ليس من السهل التعاطي مع المسلسل وفق فقط حدود شخصيه الزند السياق الملحمي اللي وضعت فيه شخصيه الزند ضمن على تاسست على حكايه تاريخيه هشه وحكايه تاريخيه كان من المقصود انه يشبه الكثير من التشويش والابهام وفتح المجال للحكايه الشعبيه اللي هي اعاده صناعه بطل شعبي هذا البطل الشعبي الذي يعود من الغياب وياتي لاستعاده ارضه في ضمن منظومه العلاقه بالسياق أخلاقيات التمسك بالأرض والوطنية وهذا السياق الإشكالي في في علاقة في في بناء شخصية عاص الزند هي اللي أحدثت هذا الارتباك جميل حتى يعني أضيف على كلامك بأنه هنالك سياق أيضا لنقله من حالة البطل الشعبي إلى الحالة ليس فقط متمسك بأرضه وإنما المتمسك بحالة وطنية ودليل ذلك الخيط الرفيع الذي بدا من ربطه بعبد الحميد الزهراوي بشكل أو بآخر مجموعة أو دائرة عبد الحميد الزهراوي صاحب مجلة المنير وأحد رجالات النهضة وإن كان ذلك خطا خفيا يتوضح طبعا من خلال حبه وعلاقته بنجاة أحد العاملين مع عبد الحميد الزهراوي طيب في قراءة مبكرة في قراءة مبكرة للمسلسل بعد الحلقات الست أو سبع الأولى خرجت علينا الزميلة مقدمة برنامج الوتر الحساس في إيجي بلاس الحقيقة في مراجعة غريبة للمسلسل مليئة بالمغالطات أحد المغالطات التي قالتها بأنه حضرت كل اللهجات السورية تقريبا ولأول مرة أيضا مغالطة أخرى لأول مرة تحضر اللهجة الساحلية ربما العلوية بهدف غير التهريج أو ربطها بالنظام وهذه مغالطة كبيرة، أول مرة حضرت اللهجة الساحلية أو اللهجة العلوية في لعنة الطين لسامر رضوان عام 2010، المسلسل كامل 30 حلقة، وأيضا في مسلسل الزلزال 2010 للمؤلف بسام جنيد والمخرج محمد الشيخ نجيب، غير عشرات أو مئات اللوحات التي حضرت في المسلسلات الأخرى. إذا لماذا كل م. هذه المغالطات يا أستاذ محمود؟ وهذه المعلومات المضللة توضع في خدمة هذا العمل من قبل المروجين له قصدا أو عن غير قصد المنبهرين به هلا المغالطات هي بتصور الشيء الأساسي اللي ممكن ينحكى عنه أنه الشخصية الدرامية في في بلد مثل سوريا تحكمه المخابرات أو تحكمه المنظومة الأمنية المخابراتية والعصابات السلطوية لا يمكن ان يكون قرار بناء الشخصيه الدراميه او تنميط الشخصيه الدراميه قرار درامي هو قرار سلطوي بالدرجه الاولى فان ظهرت خلينا نقول مواصفات بطل فئوي ينتمي لمكون سوري معين فهو قولا واحدا هذا هذا التنميط هو تنميط بموافقه سلطويه بناء على مواصفات او المواصفات التي يحكم بها هذا البلد وهذا الـ 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 السطوة الأمنية التي تتحكم بكل مفاصل البلد هناك تأصيلان نعم. بتصوري هناك تأصيلان التأصيل الأول هو تأصيل شخصية الإنسان السوري المهزوم أمام هذا الشخص الذي يتحدث بهذه اللهجة والتأصيل الآخر هو تعزيز صورة أو ربط لهجة معينة بالسلطه وجعل هذه اللهجه هي صوت السلطه فيما يتجاوز الفهم السوري او فيما يتجاوز فهمنا كسوريين بشكل عميق جدا لا عدم ربط اللهجه بالسلطه وان قضيه السلطه هي مساله عابره للطوائف واللهجات والمكونات السوريه صحيح. وهي مساله مصلحيه ترتبط بالسلطه بالدرجه الاولى المغالطات التي قادت آه منصه ما مثل الوتر الحساس في ايجي هي مغالطات اظن يعني تقع في يمكن قراءتها بسوء قراءه للمسلسل وقراءته بشكل سطحي وغير عميق وعدم قراءته وفق الخصوصيات او خصوصيات السوريه أيوة. الخصوصيه السوريه تفهم تماما لماذا يتم صنع مواصفات بطل شعبي بمواصفات فئوية مه. رغم أن السوريين قد تجاوزوا هذا الأمر منذ سنوات طويلة صحيح والمواصفات الفئوية لصناعة الزند وحتى آه لفكر ارتباط اللهجة إن كنا نقول لهجة مكون سوري فكر ارتباطها عن الجريمة الحديثة لذلك آه أنا ما قلته من, من البداية أن المسلسل يحاول إعادة آه بناء بطل شعبي في مرحله تاريخيه ما لاعاده ترتيب اوراق الحاضر السياسي. جميل 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 فالمواصفات المواصفات الفئويه واللهجه لم تكن شانا اعتباطيا في اختاره صناع المسلسل بمحض الصدفه. لذلك فك الارتباط اللهجه بالسلطه هو اعاده تطبيع وجداني مع هذه اللهجه وفق شروط وجدانيه جديده لها علاقه بالسياق الوطني علاقة باخلاقيات التمسك بالارض وان الحرب هي مساله تاريخيه ومساله قد تحدث بالتاريخ ويمكن ان يكون اسباب الاباده والقتل والجرائم لها اسباب متعدده في التاريخ ويمكن ان تعود هذه الاسباب مره اخرى في واقعنا المعاش وهذا امر يمكن تقبله فتعالوا لنفك هذا الارتباط. المفارقه ان كثر من السوريين تجاوزوا هذا الفهم الفئوي للمساله والمعضله السوريه. مم. واظن ان صناع المسلسل بصناعتهم لمواصفات بطل فئوي يرون ويخاطبون نحن كسوريين بطريقه فئويه وهنا مم. انا ما اسميه الرخص الفني، هذا رخص فني ان نخاطب كفئويين ونحن تجاوزنا صحيح منذ سنوات طويله ومنذ بدايات الثوره ربط اللهجه ولهجه مكون سوري بالسلطه، نحن نعرف ان هذه السلطه تتجاوز اللهجات وتتجاوز نعم. الطوائف خلينا أقول. وهي معنيه ببقائها فقط. صحيح، صحيح فمخاطبتنا بشكل فئوي هو ما يقود الى اعتبار اننا بحاجه لاعاده تطبيع مع المنظومه السياسيه على اسس وجدانيه وفق هذا الفهم الفئوي الضيق. جميل. طيب استاذ محمود، يعني من خلال اجابتك الاولى قلت بان المسلسل يدور في مرحله تاريخيه هشه، ونجد في هذه المرحله ان عاصي الشاب الريفي حُمّل حموله فكريه غير متناسبه اطلاقا مع المرحله. من خلال استشهاده مثلا بمقولات الفيلسوف الالماني نيتشه 1844 1900 كان نيتشه وقت الاحداث الافتراضيه للمسلسل التي بدات 1876 غير معروف وغير مترجم لا الى العربيه ولا الى العثمانيه وغير معروف في المنطقه كلها كما لفتني وهذه نقطه مهمه جدا ولفت الكثير من المشاهدين المعامله فائقه الاحترام للمراه في المسلسل بمقابل تحقيرها واظهارها خانعه ذليله في دراما البيئه الشامية، إذا هنالك حمولات فكرية وسياسية واجتماعية مخلوقة من أجل هذا العمل لم تكن تمت للواقع ال 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 الافتراضي للمسلسل بصلة. أستاذ ياسر أنا وأنت وما وصلنا من شعور خلينا نقول ومختلف السوريين ما شعرنا به تجاه المسلسل. والتساؤلات الكبيره التي طرحت ونحن نشاهد هذا المسلسل اظن انها تساؤلات محقه جدا. السبب في الارباك بانه يعني نحن بمعنى غير قادرين على الخوض عميقا بهذا الامر بسبب خصوصيات لها علاقه بخصوصيه الوضع السوري اظن ان السبب الاساسي هو هو حسن الصنعه صحيح المسلسل على مستوى النص على مستوى التاليف مصنوع بدقه شديده تكاد يعني يعني تكاد تكون اشبه بصناعه اسطوره بمقاييس تاريخيه بعوامل او خلينا نقول بمعطيات عصريه يعني نفس عوامل بناء الاسطوره ما قبل التدوين والتي كانت زاخره بالاضافات بالذاكره الشعبيه بالاضافات الذاكره الشعبيه الشفاهيه التي رفضت هذه الاسطوره كانت بناء شخصيه عاص الزند حسنت الصنعة لهذه لهذه الدرجة. المغالطات التاريخية أظن أن المسلسل لسبب حسن الصنعة كان يحاول خلق حاله من التشويش والابهام. انا اذهب معك ابعد من ذلك استاذ ياسر. 1938 آه، 1839 آه، كانت المنطقه ككل ككل كانت تمر بحاله بحاله كبيره من التحولات نحو آه الديمقراطيه وكانت العثمانيه الانكشاريه لم يكن آه لها اقل من عقدين ابيدت عن بكره ابيها والتي كانت هي بؤره الفساد والتي كانت هي اس التواصل مع ما بين الاقطاع وما بين كبار الاداريين العثمانيين. المسلسل اظهر الاقطاع اظهر الاقطاع في هذه المرحله التاريخيه المشوشه شديد الثبات نعم وان الصراع ما بين هذا البطل الشعبي وهذا الاقطاعي هو صراع ازلي علما انه المرحله السياسيه والاجتماعيه بالمقابل يعني لانه اي تحول سياسي كبير يقود الى تحولات اجتماعيه كبرى. مم. فالتحول السياسي الذي حدث ابتداء من 1839 وصولا ل 1907 كانت تحولات كبرى في غيرت المفهوم العثمانيه القديمه نحو عثمانيه جديده، كانوا الاتحاديين يبحثون عن يبحثون عن عثمانيه ثانيه اكثر اكثر ديمقراطيه، سمح للبرجوازيه الناشئه بان ان يكون لها حضور في المجتمع، تغيرت قوانين الملكيه في في ذلك الزمان، وهذا كله له اثر على الحياه الاجتماعيه. فانا ارى ومن خلال تحليلي الشخصي ان الابهام والتشويش الذي كان يدور حول المرحله التاريخيه في ذلك الزمان هو مقصود وليس مجرد مغالطات يمكن ان يتم التوقف عندها وليس مجرد انه عاسس الزند هل كان يستطيع ان يستشهد بمقولات نيتشه او لا يستطيع وان كانت الترجمه سابقه له او لاحقه او اذا وجدنا مبررات دراميه ام لم نجد التشويش كان ضرورة للحفاظ على الصورة النمطية الراسخة في أذهان المشاهدين حول الصورة النمطية للتعاطي مع مرحلة الحكم العثماني لأنها أصلا مبنية على موقف تعاطفي مسبق لكل من يواجه هذه المرحلة وكانت هي عامل إضافي لتعزيز والإمعان في حالة الوجدانية التي يحملها البطل الشعبي طيب من هون, ده من هون, من هون خليني أستاذ محمود انطلق للسؤال المحور الأخير بعض النقاد السوريين المحسوبين على كل الفئات تحدثوا عن جودة العمل فنيا وطالبوا بعدم إسقاطه سياسيا طيب هل يمكن في هذه المرحلة من عمر سوريا أن يحشد النظام كل وزاراته نراها في تتر النهاية كل الوزارة بالدفاع حرك جيشه من أجل هذا المسلسل هل يمكن أن يحشد كل المؤسسات كل الفنانين كل الإعلاميين لخدمة هذا المسلسل والانتصار لمقولته هكذا من أجل الفن هل الدراما بالأخير بريئة من الترويج والإسقاطات هل الدراما التركية أو الكورية هي عبثية هكذا يا رجل غزت العالم وجعلت العالم كله يتطبع بطباعهم ويتعلم لغاتهم صحيح آه أنا أرى أن أن الأمر يحتاج آه ل آه يعني قراءة هذا الأمر إذا كان شخص يريد أن يفتتح دكان يبحث عن عنوان جذاب ويبحث عن تسمية دلالية فما بالك بصناعة الدراما، قد لا يكون صناع الدراما على مستوى عالي من الثقافة هذا الأمر ممكن يعني ممكن أن أن يعني نقف عنده بالتحليل العميق والدقيق إذا كان التعبير الفني مختلف عن صناعة المسلسل لأنه الدراما التلفزيونية هي صناعة صناعه لا تح لا تشترط اصلا العمق الثقافي الكبير نعم الهدف الهدف الاساسي هو تحريك الوجدان هو تحقيق اثر تراكمي نعم. وهذا الاثر التراكمي قد يبدا مع عباره يمكن ان او أنا ارى ان التطبيع على المستوى التعاطفي والوجداني لا لم يبدا من الزند او عاص الزند او اعاده الاعتبار لصوت السلطه وفق وفق مفهوم ربطها بلهجه مكون سوري معين لم القضيه اعاده تاهيلها وفق شروط اجتماعيه، من من استطاع ان يستعيد الارض وفق تصوراته النظام السياسي يظن انه استطاع ان يستعيد الارض وحان الوقت والوقت ملائم جدا لاستعاده المجتمع يحاول ان يعيد عبر هذا النوع من الابطال الشعبيين الذين يثيرون التعاطف ويعيد وضع وضع فك الارتباط، فك ارتباط اللهجه هذه مع من عن الجريمه المعاصره واستبدال عاصي الزند امجد يوسف والنمر بصوره تيم حسن. بس. هذا له علاقه باستعاده المجتمع. محاولة لاستعادة المجتمع ابتدأت من منذ بدأ النظام باستعادة مساحات واسعة من الجغرافيا السورية وانتشر مصطلح كبير وتم تداوله كثيرا بين السوريين وهو مصطلح غير بريء في محاولات لفصل الرياضة عن السياسة ومحاولات فصل الفن آه. عن السياسة هذا المصطلح حقق أثره التراكمي والآن جاءت صناعة بطل شعبي بمفاهيم تاريخية أو بحكاية تاريخية هشة لكن بمواصفات شديدة الجودة وشديدة صحيح الحرص في الصنعة ليصنع بطل شعبي يعيد يعيد وضع التاريخ بمساءلات بمساءلات من الحاضر وليس وليست من الماضي ويفسح المجال ويفسح المجال اكثر ليعود السوريون ويبنوا علاقه جديده مع مكون سوري وهو المكون السوري الذي بالمعنى السياسي عم نحكي كسوريين نعم. تجاوزنا هذا الأمر معه منذ أول سنة من الثورة ويتم مخاطبتنا بشكل ويعيد بشكل أو بآخر يظن أنه يحاول استعادة المجتمع واستعادة مكانة هذا المكون السوري بعيدا عن ربطها بالسلطة وبعيدا عن ربطها بسياق الجريمة المعاصرة إذا إذن يعني عاصي عاصي الزند هو مسلسل تطبيع وجداني، يعني أعطيتنا مصطلحاً الحقيقة دقيقاً وجميلاً ومعبراً ويجب التوقف عنده وتفكيكه أيضاً. أشكرك شكراً جزيلاً الكاتب الدرامي والمخرج محمود حسن كنت معنا من شتوتغارت في ألمانيا، شكراً جزيلاً لك. شكراً جزيلاً لكم ولمتابعي تلفزيون سوريا. إلى رسالة الإمام مسلسل الشافعي وما أثار من جدل لم ينتهي بعد، أناقشه مع السيناريست إبراهيم كوكي بعد هذا الفاصل. الكاتب والسيناريست إبراهيم كوكي أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، الله يسلمك استاذ ياسر. يا اهلا وسهلا فيك عزيزي. استاذ ابراهيم انت اشتغلت يعني كنت جزءا من سيناريو عده مسلسلات دينيه وتاريخيه ايضا. نعم. آه، الان نحن امام جدل رساله الامام، الامام الشافعي، وكاننا امام شافعي جديد، نسخه حديثه من محمد بن ادريس الشافعي. نعم. آه، يتكلم اللهجه المصريه الراهنه التي قطعا لم تكن موجوده في القرن الثاني الهجري يعني اجمع المؤرخون على انها لم تكن موجوده يتلفظ بمصطلحات سياسيه معاصره لم تظهر الا بعد القرن التاسع عشر هل نحن امام شخصيه تاريخيه ام امام شخصيه مستقدمه من التاريخ لنعيد كتابتها ماذا رايت في العمل؟ يعني هل الاصل في الدراما التاريخيه لما يعني نصنع عمل درامي عن شخصية تاريخية أو مرحلة حقبة تاريخية الأصل أن نأتي بهذه الحقبة نفسها وهذه الشخصية نفسها فنروي قصتها ونروي سيرتها ولكن ليس بالسياق التوثيقي أو بالسياق التاريخي لأنه صحيح. هي, لها مدارسها ولها الكتب ولها مراجعها فبالتالي الدراما ليست مرجع لكن يجب على الدراما أن لا تخالف ما يأتي في كتب التاريخ أن لا تتصادم مع ما يأتي في كتب التاريخ أن تروي هذه القصة قصة الشخصية أو قصة هذه الحقبة بشكل جميل بشكل لطيف أن تقدم فعليا أن تقدم هؤلاء اللي كان لهم دور وكان لهم عطاء وكان لهم تأثير هؤلاء العظماء يعني أن تقدمهم للناس بالشكل بحيث أنه يقبله كل الناس ويسمعه كل الناس ويشاهده كل الناس في, في, في البيوت وفي و وكل العوائل يعني هذا هو الاصل فلما جاء يعني تقديم شخصيه مثل الامام الشافعي كنا نتوقع انه نحن امام سيره لامام جليل هو صاحب يعني احد اكبر المذاهب الفقهيه في العالم الاسلامي صحيح. وبالتالي يعني شخصيه مهمه بالنسبه لجمهور كبير من العالم العربي والعالم الاسلامي ايضا ليست مهمه فقط ولا قداسه ولها ايضا نعم يعني نعم امام, إمام طبعاً. مذهب وبالتالي له قداسه شئنا ام ابينا صحيح نعم بالضبط وهو يعني من المذاهب التي كانت مهمه لانه لما جاء الامام ابو حنيفه بمدرسه الراي وكان الامام مالك متمسك بمدرسه الحديث وجاء الامام الشافعي فوفق بينهما بينهما نعم. فكان فكان هي المدرسه مدرسه رائده ومدرسه جديده ومدرسه كان لها يعني تاثير وكان له مذهبه القديم ثم ثم مذهبه الجديد في في مصر فكل هذا الـ هذا الـ هذا الشيء الضخم الذي كان عليه الامام الشافعي، كنا نتوقع ان يقدم هذا المسلسل الامام الشافعي وان يتعرض اذا كان في في رغبه للدراما ان تتعرض للاشكاليات وللجدليات ان تتعرض مثلا لبعض المسائل التي مرت في حياه الشافعي واعتقاله وما يتعلق بذلك، وايضا رحلته في في دول والامصار، وايضا وايضا يعني جدله الفقهي مع 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 كثير من الفقهاء والعلماء. ولكن نحن انصدمنا بشافعي جديد. شايفين طيب مختلف جديد. كاننا نحن امام فانتازيا تاريخيه آه. فعليا أن نخلط ما بين الماضي والحاضر أن نخلط ما بين الواقع وما بين يعني حقبة مرت على أكثر من 1200 أو 1300 سنة الشافعي كان في زمانه أفصح أهل زمانه صحيح فإذا كنا نحن بدنا مثلا نحاكي فترة الأندلس أو نحكي فترة الدولة العباسية أو الدولة الأموية ونأتي بمصطلحات فصيحة فالأولى أن يكون الشافعي هو أفصح الناس صحيح. الأولى أن يكون الشافعي هو أكثر من يتكلم بلغة فصيحة لغة عالية لغة رصينة، لغة متزنة صحيح أه، وهذا الخلط اللي جاء بمصطلحات وجاء يعني أه، وكأننا اخذنا سيرة الشافعي من الويكيبيديا وجايين نعمل منها مسلسل هذا هذا ما اريد الوقوف عنده وكأنه ورشة العمل في السيناريو كأنهم اعتمدوا جوجل، كان رائدهم جوجل يعني نعم الحقيقة نعم ابيات حذيفه العرجي تثبت تثبت ذلك ليس هنالك اي بحث في المصادر على الاقل ديوان الشافعي على الاقل ديوان صغير يعني كله اقل من 150 نعم صفحه نعم بحث فيه سهل جدا يعني يسير يبدو لم يعودوا اليه اطلاقا طيب اضافه الى معلومات اخطاء في المعلومات التاريخيه في التواريخ ايضا وفي المسائل الفقهيه صحيح نعم يعني هذه اخطاء كارثيه في المسائل الفقهيه وصلت طيب يعني وصفك اشتغلت في أحمد بن حنبل وعدة أعمال تاريخية ودينية، ما هي مناهج البحث التي تعتمدونها؟ يجب أن يكون لديكم مناهج بحث نعم. معتمدة ويعني نتيجة هذه الأخطاء التي تحدث المقصودة غالبا، ألا يمكن أن تعلق في ذهن المشاهد العادي الذي مرجعه التلفزيون، المشاهد العادي أحيانا لا يعود إلى الكتب صحيح وبالتالي يصبح هذا تأريخا له في مقولات أنا رصدتها هي للقرضاوي رحمه الله نسبت الى الشافعي قالها الشافعي بحرفيتها الان ستؤخذ وتنسب بكره الناس بياخذوها اقتباسات للشافعي نعم نعم طيب ما هي مناهج البحث؟, طيب البحث طبعا احنا عندنا اشكال انه انه تم نسب للشافعي مقولات هي مقولات الواتساب اللي احنا بنتناقلها مره بننسبها لاحمد شقيري مره بننسبها لدوستوفسكي مره بننسبها الاقتباسات نفسها الاقتباسات نفسها اخذينها اصحاب العمل فتمام فتم فتم اصحاب العمل من خلال انه يت... الشافعي يكتب وعم يتخيل خواطر آه هذه الخواطر مذكورة في ديوان اسمه اسمه ديوان الشافعي وحكمه، فمجموعة من أشعار الشافعي ومجموعة من حكم الشافعي ومطبوع هذا الكتاب وموجود، وفيه من الحكم السهلة البسيطة التي يمكن أن يفهمها الناس، صحيح أشعار الشافعي كنا نحن صغار نحفظها يعني صحيح فما في شيء عصي على فهم الناس، نحن نقول لا أشعار الشافعي هي سهلة جدا وموجودة على الناس وموجودة، والبحث آه عنها سهل، هذا أولاً، الأمر الآخر يجب آه لكتابة الدراما أن يكون هنالك ورشة فيها مم. مؤرخ لابد ان يكون في شخص مختص بالتاريخ متخصص مؤرخ. في المرحله في تماما متخصص مم. في المرحله لما نحن نعطي بهي القصه بقول لك هي القصه سندها ضعيف هي القصه لا في اقوى منها هي القصه كذا في مؤرخ وايضا في كاتب وايضا لابد ان يكون في اديب مم. الاديب حتى يعيد بالنتيجه لانه نحن نكتب قصه وسيناريو وحوار صحيح. في شخص يكتب الحوار يعود الصياغه, آه، الصياغة تماماً. الادبيه الصياغه الادبيه لابد مم. ان يكون شخص قلمه سيال شخص محترف شخص عنده لغه وذائقه ادبيه عاليه يكتب هذه الحوارات بما يتناسب مع المرحله ومصطلحات المرحله ولغه المرحله حتى يكون فعليا يحترم هذه المرحله ويحترم الصنعه التي التي يعمل بها مم. فلذلك لما لما يكون في عندنا مسلسل فيه كل هذه الاخطاء واضح انه ما في ورشه عم تشتغل انه كاتب واحد عم يشتغل ما تشتغل. في مؤرخ واضح انه ما في مؤرخ اكيد تماما أكيد. تماما ذاته يثبت انه لا يوجد مؤرخ لا يوجد مؤرخ لا, يوجد مؤرخ. لا, لا يوجد في خطا يعني الفتره الزمنيه في 15 سنه يعني ليست قليله يعني اه نعم نعم وبالتالي احنا في عندنا هذا الاشكال الاشكال الاصل انه احنا اصلا يكون في عندنا مراجع معتمده مم. هذه المراجع يعني حتى حتى مثلا المصدر المراجع للمسلسل قد لا يكون طيله العمل عم يشتغل بس لكن مم. بيعطي مراجع بيقول لك هذا المرجع موثوق وهذا مم. موثوق وهذا موثوق فنحن مم. نرجع اولا للمراجع التاريخيه مم. اخر شيء بنروح على جوجل بجوز ندور على قصص مثلا ندعم فيها الدراما لكن الاصل المرجع التاريخي يكون فيه التفاصيل يكون فيه الوثيقه التاريخيه اللي احنا بدنا نرجع اليها مثبته وموثقه وايضا اذا اراد الكاتب انه يعني يكون عنده مساحه وهذه ايضا متاح أن يكون في مساحه واسعه للكاتب بعيدا عن الدقه التاريخيه لابد ان تكون المساحه التي يستخدمها الكاتب في العمل التاريخي ان لا تتصادم مع الحقيقه التاريخيه ايوه يعني ممكن انه يكون في عنده مساحه بالحوار، مساحه بالبث لكن أكيد. يجب ان لا تتصادم مع الحقيقه التاريخيه، وهذا اشكال أن يكون في عندنا حقائق تاريخيه مثبته في المصادر والمراجع التاريخيه، ثم بعد ذلك انا اجي اتي بقصه تتصادم معها، وهذا من الاشكالات الكبيره التي يجب ان ان تكون موجوده في الدراما التاريخيه، وهذا وهذا يعني من المسائل التي يعني آه الاصل في الدراما التاريخيه انا كما تفضلت يعني يشاهد هذا العمل العائله يشاهده الاب يشاهده الأم ويصبح مرجع, يصبح مرجع, مرجع نعم. والدليل انه مرجع كثير من مقولات التنميه البشريه نراها الان على لسان الشافع يعني كانت هذه المقولات مرجع لصناع العمل فكيف لا سأل... لن فكيف تكون للمتلقي بالتاكيد ستكون للمتلقي نعم طيب م. الان نحن نفسر الامور بحسن نيه تعال يعني نحاول أن نسيء الظن قليلا بكم أنتم كنت مش بالعمل فقط وإنما بكم أنتم كتاب الدراما التاريخية كلكم نعم أستاذ إبراهيم هل تكتبون التاريخ وفق ما يريد الممول؟ والله هذا السؤال يعني آه سؤال حقيقة مهم؟ وموجعة يا نعم. أخي تقدمون أحمد بن حنبل إذا صنعته السعودية شيء وإذا صنعته سوريا شيء وإذا صنعته المغرب شيء نعم. عم يختلف بحسب الجهة الممولة وبحسب السياسات؟ نعم نعم هل تكتبون لنا يعني على كيف يريد الممول تكتبون <applause> قل لي هذا السر كيف تكتبون لنا التاريخ <applause> الأصل أن هنالك أحمد بن حنبل واحد أن هنالك شافعي واحد أن هنالك أبو حنيفة واحد أن هنالك أبن تيمية واحد ولكن هنالك هنالك توجهات سياسية للأسف تحاول ان ان تصنع شافعي خاص بها يعني هنالك الان هنالك محاوله لتغريب اللغه العربيه والاتيان باللهجات الدارجه العاميه لكي صحيح. تكون سعيده فبالتالي صحيح. وجود هذه التفاصيل في هذا العمل واضح انه ما له صدفه وانه ما له اجتهاد كاتب لا المساله اكبر اكبر من ذلك انه نحن نجيب اللهجه العاميه الدارجه هنالك اصلا في في يعني في مؤسسات تعمل في هذا الاتجاه التوجه قديم في مصر والان آه بالضبط. يتم التاليف حتى الروائي باللهجة المصرية نعم, نعم. والترجمة إلى اللهجة المصرية نعم فهو بالضبط. تيار الآن قوي يعني له حضور فبالتالي هذا, هذا, هذا التمصير للعمل واضح أنه ليس يعني شاذا عن هذه الحالة مه. فيه إساءة كبيرة للغة العربية لا سيما من شخص أصلا هو مرجع من مراجع اللغة العربية صحيح تالي هذا لما يكون في سياسات بتروح بهذا الاتجاه من الطبيعي أنه توجه الكتاب من الطبيعي أصلا أن تنتقي كتاب بيتوافقوا بي بي مع مع هذا التوجه ان تنتقي مخرجين يتوافقوا مع هذا التوجه هلا هون بقى بيجي, بيجي مصداقيه الكاتب اذا كان في توجه من الاول انه انا انت بدك تروح بهذا الاتجاه وهذا يختلف مع الحقيقه التاريخيه هون لا يجب على الكاتب ان يتوقف قد يكون هنالك مثلا توجه لابراز مثلا الحاله مثلا الفقهيه البارزة للإمام الشافعي وأنا مثلا أحب هذه الحالة نعم ممكن يعني أركز على هذه الحالة أما يتم التحريف أما يتم التزوير هذا فيه إشكال كبير يعني وهنالك تدخلات أحيانا سياسية أو من الجهة المنتجة يعني ما فيني أنكر من صاحب تجربتك من تجربتك يعني لا من 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 تجربتي من ما كان في موجود بس. من تجربتي ما كان في موجود ولكن شوف احيانا الفتره الزمنيه ربما تلعب دور يعني مثلا كان سيعرض هذا العام مسلسل معاي بن ابي سفيان صحيح المجرد بغض النظر عن عن تفاصيل ما عرض العمل بغض النظر عن كيفيه سياق العمل مجرد عرضه في مثل هذا الوقت هو رساله سياسيه حتى لو لو عرضوا القصه حقيقيه كما هي فبالتالي آه. التوجهات حتى تكون مجرد إنه إحنا أنتجنا عمل حول توجه معين ما. حول شخصية ما هي نعم هي تخدم قضية سياسية هي تخدم قضية سياسية أحيانا. نعم أه طيب يعني أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجرأة وهذا الإيضاح من خبير وأسأل من كان بها خبيرة أريد أن أشير لك إلى مسألة من باب الأمانة حضر. أنت اليوم معنا هنا ناقد لمسلسل في الحلقة الماضية الحلقة حلقة رمضان الفائت نعم. التي يعني قدمناها كنت منقودا من خلال مسلسل فتح الأندلس وقدمنا نقدا عن مسلسلك الذي اتهم وقتها بمغالطات تاريخية فنحن هنا الحقيقة مهمتنا هي القبض على الحقيقة أو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وفي كل الحالين يعني ناقدا ومؤلفا اشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم كوك الله يعطيكم الف عافيه بالعكس انا يشرفني جدا ان يكون العمل الذي يتناول الثقافه ان يكون عميقا بهذا القدر هذا من فائده المشاهد واحترام المشاهد الله يعطيك الف عافيه استاذ, أستاذ ياسر شكرا جزيلا استاذ ابراهيم الله يسلمك يا رب الله يكرمك اخيرا الى المسلسل الخليجي دفعة لندن للكاتبة الكويتية هبة مشارح مادة الذي كاد يحدث أزمة سياسية واجتماعية بين العراقيين والكويتيين وكذلك مسلسل النار بالنار الذي يعرض لقضية العنصرية المتفاقمة ضد اللاجئين السوريين في لبنان أناقشهما مع ضيفة الكاتبة الصحفية دلع المفتي اهلا ومرحبا بك الروائيه والكاتبه الصحفيه الكويتيه دلع المفتي اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. طيب استاذه دلع الناقدة دلع في رمضان تصبحين الناقدة دلع وهكذا تنشرين في في تويتر. طيب ابدا معك يعني بمحور بسيط وعلى عجاله حول دفعة لندن. امرأة عراقية في موقع مدبرة منزل. خادمة. في بيت طالبات خليجيات بلندن في ثمانينيات القرن الماضي توظيف أحدث ردود فعل غاضبة جدا في المجتمع العراقي ووصلت إلى المستوى الدبلوماسي ماذا أرادت هبة حمادة من هذا التوظيف ولما كل هذه العاصفة يا سيد لا شأن لي بهبة حمادة وما أرادت أنا بدي أحكي عن الحساسية الزايدة اللي صايرة عند المشاهد العربي يعني لو وضعوا الست البيت اللي كانت دايره بالها على البنات مصريه كانوا انتقدوا المصريين، لو كانت سوريه كانوا السوريين انتقدوا، لو بحرينيه يعني صار في نقد لاجل النقد من غير اي مسببات حقيقيه. لا احد ينكر العراق وحضاره العراق وجمال العراق وفضل العراق على الحضاره العالميه وليست فقط العربيه. صحيح فلا يمكن نخلط الامور يعني يعني يحدث ان تكون هناك امراه احتاجت ان تعمل كخادمه او كربة بيت يعني يحدث ان تقص الحياه على انسان او انسانه ويضطر ان يعمل يعني لا هو عيب ولا هي حرام المراه في المسلسل لم تكن بهذه القباحه ليتم آه شنها الهجوم الكبير عليها لا أراها أنا شغلة هي بس المشاهد العربي أصبح حساس جدا يعني والعنصرية صايرات قاتلة العنصرية إنه مجرد آه آه يذكر جنسية معينة خلاص صار في هجوم على كل شيء يعني هو جربنا سد على الحقيقة لنكون نحن واضحين وحقيقيين في مسألة اللجوء السوري في اللجوء السوري اللي صار له 12 سنة في اطباء اطباء عم يغسلوا صحون هذه حقيقه ومهندسين صحيح. محامين عم يشتغلوا في الحقول هذه حقيقه صحيح. الان وضع اللجوء هذه هي أو هذا وضع اللجوء ولو كان اللاجئ فرنسيا او امريكيا او كنديا او سوريا ربما يضطر كما تفضلتي لا ولكن الحقيقه في في المسلسل وقفوا وقف المشاهدين ده مساله ليس فقط مديره المنزل ومدبره المنزل وانما رجل عراقي ايضا تساله الطالبات سؤال فيبصق عليهن ويمشي يعني حسوها انه مفتعله او فيها شويه ثقل على العراقيين المسلسل كله مفتعل بس هذه النقطه لانه الرجل العراقي اللي كان ضد نظام صدام وخرج من العراق واصبح لاجئ بينما كانت الدول العربيه مع صدام فهو آه. الحق الوحيد اللي شفته هو قال للبنات لأن مو انتم اللي بدكم صدام هلا جايين لعندي آه. فهي مجرد فشه خلق لانسان تعذب بنظامه ورده فعله كانت على الناس الخطا ومثل ما تفضلتي وكانه الان الحساسيه العنصريه عاليه جدا 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 وسننتقل الى لهيبها مباشره مع مسلسل النار بالنار يا لطيف من عنوانه النار بالنار وأنت متابعة يوميا له ويوميا تكتب تكتبين عن أدق تفاصيله طيب العمل المسلسل يعمل في منطقة ساخنة جدا اللجوء السوري في لبنان والعنصرية المستشرية ملاحظاتك على المسلسل وقراءتك له حتى الآن أستاذة دلع المسلسل رائع رائع المسلسل طلع الحكي اللي بنحكيه بيناتنا بالسكيتي الهمسن طلعوا الى العلن ما في شيء قال بالمسلسل لا يقال يوميا في كل بيت في بيروت في دمشق في كل مكان المسخره من اللبناني على السوري ومن السوري على اللبناني هي موجوده كل يوم وبتنحكى مم. صحيح آه هن ما اختلقوا شيء هو الشيء موجود بس تجرؤوا وطلعوا للعلن وانا عندي ايمان انه هالمسلسل بالنهايه سينحو نحو الانسانيه الصافيه الخالصه ان شاء الله أه ان شاء الله يكون هيك هلا ممكن يكون في رسائل ثانيه تعالي نفوت نفوت على منطقه اخطر طيب خلع مريم حجابه في الحلقه عشرة اثار الكثير من الاستهجان وعشرات المقالات في الصحافه وغير وسائل التواصل مؤلف العمل رامي كوسا تبرأ من المشهد وهنالك اتهامات للمخرج محمد عبد العزيز بالتطاول على النص الاصلي طيب اذا مشكله الحجاب مجددا في الدراما العربيه لماذا يا ست دلع كل هذه المشاكل حول الحجاب مره اخرى هو الحساسيه الزايده يعني نحن ان نرى مئات الفتيات والسيدات يخلعن الحجاب كل يوم وفي من ترتدي الحجاب ما بتتفقي معي انه هون عم بيمثل هويه بالنسبه لمريم هي مو هويه بقدر ما انه بده يطبعها بالطابع اللبناني اللي تليق بالاسم اللي اعطاها اياه بينما هو اعطاها اسم مسلم سني الاسم اللي اعطاها اياه بالباسبور المزور بس رؤيه المخرج لتعملها الضجه ممكن ممكن هي في مم. لتعمل النقاش مم. وعندي يمكن رأي صغير ما بعرف إذا صح ولا لا تفضلي ربما ربما كريس بشار أو الفنانة اللي ماشية بهالدور تريد أن تظهر بطبيعتها اللي هي تظهر فيها عامة بعيدا عن الحجاب فطلبت ربما هذا مجرد إحساس م -م. يعني كفنانة وكممثلة هي بتحب تظهر بجمالها و... وفتنتها يعني هذا آه. رأي مجرد رأي بس ما بعرف أ... اذا أ... 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 صح ولا أ... 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 الحاسه النسائيه عندك اشتغلت يعني في في هذا الموضوع م -م 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 -م. ولكن هو كان الموضوع الحقيقه والموضوع فيه الكثير من الحق انه ليش تطبيع أه الشكل مع الانتماء الديني او الانتماء الطائفي او الانتماء الهوياتي الوطني يعني يعني ليش اذا لبنانيه لازم تكون حلوه بدون حجاب واذا سوريه من منطقه معينه لازم تكون مو حلوه وبحجاب المسلسل وكانه اشتغل على تاكيد هذه المقوله لا هو ما اشتغل على تاكيد المقوله هو نقلها مثل ما هي لانه هذا موجود موجود هو موجود موجود هذا الشعور وموجود هي الصوره النمطيه للمراه المحجبه لازم تكون بشع لازم تكون جاهلة لازم تكون من منطقة فقيرة لازم تكون مو متعلمة بينما السافرة هي المودرن هي المتفتحة وهي كلها صور نمطية خاطئة للأسف هذه النمطيات ولكن يعني أحد أدوار الدراما أن, أن تنبذ تبطل مفاعيل هذه الصور أنا عندي أمل أنه في تصحيح للصورة النمطية بالمسلسل لقدام عندي أمل ما بعرف ليش حاسة انه المسلسل نست... واعي لدرجه انه حيكون عندنا بارقه امل بالاخير نستنى ونشوف ولكن يعني اخيرا في المرحله السياسيه العربيه والسوريه تحديدا أه انت بتعرفيها بتفاصيلها لا نستطيع تجاوز الاسقاطات السياسيه لا بهذا العمل ولا غيره طيب من الانتقادات الموجهه للعمل عدم ذكر اسباب لجوء السوريين الى لبنان في مسبب طيب عدم ذكر او تجريم مش حتى تجريم ذكر انه النظام مسبب لم يذكر اطلاقا هل ستبقى الدراما العربيه تلعب على حافه الممكن الدراما العربيه جبانه جبانه طبعا يعني وليش يورطوا حالهم هن الموضوع معروف ومفضوح والكل الناس بتعرفه ما في داعي يعني هن عارفين انه هلا يورطوا حالهم بجهه ضد جهه حيخسروا فهنا حطوا لك الصوره كما هي وانتم اصطفلوا علّلوها كما تريدون اين الدور الر... الدور الرسالي المفترض لل... لل... للفنان وللمؤلف وللممثل؟ أه لا نعول كثيرا على الرسائل لانه الرسائل بتورط البشر وانا بتخيل انه كثير في ناس تورطوا ونحن يعني في امامنا مسلسل عامل مشاكل كثير وهو ابتسم ايها الجنرال. ايها الجنرال يعني هذا خرق خرق كل الممكن وخرق خرق كبير في الدراما العربيه وان شاء الله ارجو ان نستطيع ان نتوقف عنده في حلقه خاصة أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة والروائية الكويتية السورية دلع المفتي نورتينا مجددا شكرا لك شكرا حلقة اليوم انتهت أيها الأحبة دمتم بخير سالمين أراكم السبت القابل رمضان كريم